بكم أعزائي المشاهدين في المناظرة اليومية. الدور الأمريكي المكثف في ملف تبادل الأسرى يبعث على التساؤل بشأن سبب الحراك الأمريكي الفعلا عودة المختطفين ووقف معاناة أهل غزة ومنع توسع الحرب وحتى إنهاء الحرب هو الدافع وراء هذا الحراك كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أم هي الرغبة في جني مكاسب انتخابية متمثلة بوقف إطلاق النار يعيد بعض المختطفين وحتى يهدئ غضب أنصار فلسطين في الولايات المتحدة؟ هل إعادة المختطفين الإسرائيليين والنازحين الغزيين إلى بيوتهم هو الهدف؟ أم إعادة كامالا هاريس إلى البيت الأبيض هو الهدف الحقيقي من كل هذا الحراك الأمريكي؟ لنبدأ المناظرة. أرحب بضيفي ينضم إلي من تل أبيب الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي دكتور مردخاي كدار. أهلا بك دكتور مردخاي معنا، كما أرحب بضيفي من نيويورك المحلل السياسي دكتور نصير العمري. أهلا بكما. دعوني أبدأ معك دكتور نصير هذه المناظرة. حراك ليس جديد، ولكن يأتي هذه المرأة في توقيت لافت يمكن القول. هناك من يقول أن ربما هناك دوافع سياسية داخلية تتعلق بالانتخابات المقبلة وراء هذا الحراك الأمريكي الأخير المكثف، وهناك من يقول أن هذا الحراك عنوانه الرئيس هو انتخاب كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية المقبلة، كيف تعقب؟ تحية لك لورين والدكتور مردخاي والمشاهدين. الحقيقة الولايات المتحدة وإدارة السيد بايدن منذ اندلاع هذه الحرب، وهي تقول بأنها حرب عبثية لا تخدم إسرائيل ولا تخدم الشعب الفلسطيني، وهي في الحقيقة يعني العالم يشهد كارثة. لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي نية لإطالة أمد هذه الحرب، ولكن السيد بايدن يتفهم أن إسرائيل تعرضت لهجوم إرهابي، والسيد بايدن قالها أكثر من مرة بأنه ملتزم بأمن إسرائيل. فنعم هناك اعتبارات أمريكية تأخذ بعين الاعتبار حاجة إسرائيل إلى الأمن، ولكن بنفس الوقت هذه الكارثة الإنسانية الآن تحولت إلى حرب عبثية لا فائدة منها، فلذلك يجب إنهائها. واستمعنا يعني السيد بايدن يتحدث عنها يوم أمس وقال بأنها يجب أن تنتهي. إذن الولايات يعني تقول أن ربما لأن الحرب وصلت إلى نهاية الطريق، خاصة فيما يتعلق كما ذكرت حرب عبثية لا تصب كذلك في صالح إسرائيل، هو الهدف الأساس وراء كل هذا الحراك الأخير. بكل تأكيد السيد بايدن هو يريد مصلحة إسرائيل أكثر من حكومة نتنياهو، وهو يعلم بأن هذا القتل هو لا يقود إلى السلام، والأحقاد التي تتراكم اليوم مع العرب ومع الفلسطينيين كيف تخدم دولة إسرائيل؟ إذن هناك فعلا رئيس صهيوني هو السيد بايدن، وهناك حكومة إسرائيلية متطرفة هي في الحقيقة تؤذي إسرائيل ومستقبل إسرائيل وعلاقتها مع جيرانها الفلسطينيين والعرب. نعم دكتور نصير. دكتور كدار يعني ذكر هنا ضيفي دكتور نصير نقاط هامة، ويقول بوضوح أن لربما الرئيس الأمريكي جو بايدن يهتم بمصلحة إسرائيل أكثر حتى من حكومة الحالية حكومة بنيامين نتنياهو. إذن لماذا يجب علينا من الأساس أن نتساءل ما الهدف وراء هذا الحراك الأخير؟ مع موافقتي على جزء لا يستهان به من أقوال الدكتور العمري، هذه النقطة أنا لا أوافق عليها أبدا. الرئيس بايدن يريد أولا وقبل كل شيء أن يفوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات المقبلة، وهذا هو محور التفكير عند البيت الأبيض منذ ربما عام من اليوم، يعني منذ بداية الحرب، وهم يفكرون كل زمان ما هو تأثير هذه الحرب على
الانتخابات وعلى نتائج الانتخابات. نعم. هذه طبيعة الأمريكيين. أنا لا أحكمهم على هذا الشيء لأنهم أمريكيون، هم ليسوا إسرائيليين وليسوا صهاينة ولا يسكنون هنا في الشرق الأوسط، وأغلبية الأمريكيين أصلا لا يعلمون أين هو الشرق الأوسط، هل هو على هذا الكوكب أم لا. ولكن دكتور كدار، ما المانع أن تلتقي المصالح الأمريكية الداخلية السياسية مع المصلحة العامة لدولة إسرائيل وخاصة للشارع الإسرائيلي؟ المصلحة الإسرائيلية هي القضاء على حركة حماس كحركة مسلحة وكحركة سلطوية. هذا يعني أثبتت هذه الحركة في 7 من أكتوبر بأن لا يمكن للشخص معقول أن يعيش جنبا إلى جنب مع هذه المنظمة، ولذلك إسرائيل خرجت للحرب على قطاع غزة، ليس لإبادة قطاع غزة وليس لهدمه، بل لهدم حركة حماس التي استولت على قطاع غزة. وخرجت إلى هذا بدعم أمريكي كامل من كل النواحي، نعم. سياسيا، نعم. عسكريا، إمداد، نعم. إسرائيل بالأسلحة. إذن لماذا؟ نعم. نعم. لأن الأمريكي يعلم أن من يهاجم على دولة معقولة لا أن يزول من العالم. تخيلي ماذا كان يحدث لدولة مثل مكسيكو لو قامت بالإغارة على تكساس وقتلت أكثر من 30,000 أمريكي، يعني وهذا موازي لماذا حدث هنا. ولذلك الأمريكيون بصورة تلكائية وافقوا مع الإسرائيليين، ولكن الحرب تطول والثمن من ناحية الناخب المسلم الأمريكي ثمن عالي جدا، لأن الكثير من المسلمين لا يريدون اليوم التصويت للديمقراطيين بسبب مساندة إسرائيل. ولذلك البيت الأبيض هرول لتغيير الرؤية حول الحرب وللضغط على الجميع، بمعنى على حماس وعلى قطر وعلى مصر وعلى إسرائيل، أن ينهوا هذه الحرب بصورة أو بأخرى، لأن الشيء المهم الآن هو الفوز في الانتخابات وليس نصر إسرائيل. طيب، هذه الهرولة دكتور نصير، يقول دكتور مردخاي هدفها في نهاية المطاف الفوز في الانتخابات، وهناك سؤال مهم: إذا كانت بالفعل الغاية أو الهدف من المرحلة الحالية هو التهدئة وإنهاء الحرب، لماذا برأيك لا نشهد ضغط موسع من قبل الولايات المتحدة حتى على جميع الأطراف، ولماذا لا نرى نجاح بالفعل حقيقي لهذه المساعي؟ يعني الضغوط كبيرة. ماذا يفعل السيد بلينكن اليوم في مصر؟ ويعني خرج قبل قليل وقال بأن نتنياهو وافق على الصفقة، وقال يجب على حماس أن توافق، وهناك عمل من وراء الكواليس مع مصر وقطر التي تضغط بشكل كبير على حماس. اليوم حماس تتعرض لضغوط كبيرة من قطر ومن مصر للموافقة، ولا للموافقة على الهدنة والموافقة على هذه الصفقة. ولكن يعني الدكتور كدار يعتقد بأن الفوز بالانتخابات هو يعني شيء سلبي، يعني نريد أن نفوز في الانتخابات في الحزب الديمقراطي، لأن البديل هو السيد ترامب، والسيد ترامب هو سيدمر أمريكا وسيدمر الشرق الأوسط وإسرائيل، لأنه شخص غير صالح للسلطة. فنعم الانتخابات مهمة، ولكن يعني يا دكتور كدار، نعم حماس مشكلة وحكومة نتنياهو مشكلة، ولكن يعني غزة وإسرائيل هي ليست مركز العالم. الولايات المتحدة وهناك جيل من الديمقراطيين ينظرون إلى أن الشرق الأوسط يحتاج طريقة جديدة في التفكير، يعني مللنا من تكرار الحق عليهم وليس علينا، هم يريدون قتلنا، معروف يعني بأن هذه أحقاد تاريخية وأحقاد دينية وعنصرية. والولايات المتحدة وجيل جديد من الديمقراطيين يريدون للإسرائيليين والفلسطينيين أن يتخلوا عن فكر حماس ويتخلوا عن فكر الاستيطان ويتجهوا إلى عملية سلمية.
فنعم الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في أن يقتل الفلسطينيين ولا أن تدمر إسرائيل، ولكن يعني الدكتور كيدار يجب أن يكون هناك تغير ثقافي لدى المثقف الإسرائيلي ولدى أيضا المثقف الفلسطيني، لأن هذه الأحقاد التاريخية هي الثأر يولد الثأر، ولا يمكن الاستمرار بالقول الحق عليهم، هم بدأوا هم قتلونا، يعني معروف هذا يعني قضية تاريخية والعالم كله يعرفها، ولكن يجب التحرك في الحقيقة باتجاه رؤية جديدة. هل الولايات المتحدة ستقود هذا التحرك يا دكتور نصير وستنجح بالطبع في نهاية المطاف في نهاية هذه الحرب، أن ربما نرى بالفعل حث الأطراف على دخول مسار سياسي حقيقي لإنهاء هذا الصراع؟ شوفي لورين، الحزب الديمقراطي الآن يواجه مشكلة داخلية، وهو أن تنامي التقدميين وتنامي أصوات الأقليات، والدكتور كيدار يقول بأنه هذا الصوت العربي، وأؤكد لك من الولايات المتحدة بأنه هذا صوت الشباب في الحزب الديمقراطي، بل أنه صوت الجمهوريين الذين يقولون بنسبة كبيرة بأن الولايات المتحدة لا تفعل ما يجب لحماية الشعب الفلسطيني. يعني حتى الحزب الجمهوري الذي يعول عليه الحكومة الإسرائيلية، استطلاعات الرأي تظهر بأنهم غير راضين عما يحصل للشعب الفلسطيني. إذن هناك مشكلة في الحزب الديمقراطي، وكاميلا هاريس تحاول احتوائها، وهي توحيد الديمقراطيين واستعادة الصوت العربي من أجل المساعدة ببناء سلام للفلسطينيين والإسرائيليين. هذه هي خطة بلينكين. لا يوجد نظريات مؤامرة، ولا يوجد لدى الديمقراطيين محاولة للالتفاف على إسرائيل أو حقها في الوجود، ولكن هذا الوضع يا دكتور كيدار هذا غير لا يطاق، هذا شعب غزة، لا يجب أن يكون هناك تغيير بغض النظر عن الاعتبارات السياسية. لنعطي دكتور كيدار أن يعقب على ما طرحته، تفضل دكتور كيدار. أنا وافق 100% على هذا الطرح. إسرائيل يدها ممدودة للسلام مع الفلسطينيين منذ قيامها، ولكن من الجانب الذي رفض مرارا وتكرارا كل التسويات من قرار التقسيم عام 1947 وإلى كل خطة السلام التي كانت حتى اليوم، هو الجانب الفلسطيني. حركة حماس تفكر بأننا أهل ذمة للإسلام، ولا يمكن ليهودي أن تكون له دولة، وهذا مكتوب في الوثيقة الأساسية لحماس. هم يعتبروننا يعني كمن لا يستحق الدولة ولا يستحق. ولكن الفلسطيني سيقول لك أن يعني حتى كل رغم كل هذه المحاولات في نهاية المطاف الإسرائيلي لا يريد إقامة دولة فلسطينية. يا دكتور كيدار، إذن هذه الرواية الإسرائيلية المتكررة الإسرائيلية ربما نعم يراها الفلسطيني غير ذلك. المشكلة ما دولة فلسطينية أنها ستتحول لا محالة إلى دولة حماس، إما عن طريق الانتخابات كما حدث في يناير عام 2006 عندما فازت حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، أو عن طريق البندقية كما حدث في حزيران عام 2007 في قطاع غزة. وشوفي، وحتى حركة التحرير الفلسطينية هي تنظر إلى عبر هذه الخارطة، وهذه يعني هذا هو عالم منظمة التحرير، وهم يتكلمون عن فلسطين من from the river to the sea. اوكي تماما، يعني وهذا تماما هو كما بعض انصار من يمين نتنياهو او بعض الذين يتواجدون في حكومه بنيامين نتنياهو. يا دكتور كيدار، ليس كذلك؟ شوفي، اذا كانت هي الخريطه الفلسطينيه في فلسطين، فأين اسرائيل؟ وهذا علم حركة التحرير ليس حماس. فأين إسرائيل؟ هذه هي المشكلة. الفلسطينيون لا يريدون أن يروا إسرائيل حتى ولو كانت على سنتيمتر مربع على شاطئ تل أبيب. تماما، كفئة كبيرة في إسرائيل التي تريد أن ترى إسرائيل من النهر إلى البحر، ليس كذلك؟ تفضل دكتور. لا ناكلنا ولا جامع، لا في غزة ولا في نابلس ولا في جنين ولا في الريحة. ولهذا أنا خرجت بخطط سلام الإمارات الفلسطينية، بمعنى إقامة إمارات فلسطينية في نابلس لعشائر نابلس، في
واحدة في خليل لعشائر الخليل، وهناك يعني أنت تريد أن تتحكم في الفلسطيني كما نفهم، ولكن سأتوسع بهذا. تفضل دكتور نصير. يعني يا دكتور كيدار أنت تشهر شماغ، يعني أقاموا دولة فلسطين على شماغ يعني، وما يحصل في الواقع هو إمارات فلسطينية. لا لا, لا 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 أنا أقصد يعني أنت رفعت قبل قليل الكوفية الفلسطينية يعني، وتؤاخذهم لأنهم يرفعونها على شماغ، وأنت تقيم المستوطنات، نصف مليون مستوطنة على أراضي الفلسطينيين، فأنت يعني تلومهم لأنهم يقولون من البحر إلى النهر، ولا تلوم نفسك لأنك يعني بعد أن بنيت نصف مليون مستوطنة وألغيت أي مستقبل للفلسطينيين أن يكون هناك مجتمع فلسطيني يستطيع الفلسطيني أن يتنقل ويقيم المدارس ويقيم ويكون له كينونة سياسية وثقافية، وأنت تطالب يعني الشعب الفلسطيني يعني. حسب يا دكتور كدار بس لحظة شوية دكتور كدار ليكمل الفكرة، سأعطيك أن تعقب. أوكي. يعني أنت تطالب الفلسطيني أن يعودوا إلى عصر القبائل والعشائر يعني، وكأنهم مجموعة بدو رحل، وهذا يعني إهانة وفيها نوع من العنصرية، بينما أنت تطالب للشعب الإسرائيلي بدولة ولها قوة ولها ثقافة ولها مؤسسات، فهذه يعني نوع من النظرة الدونية إلى الشعب الفلسطيني على أنهم قبيلة كذا وقبيلة كذا يعيشون في، يعني لا يجوز هذا. 5 ملايين فلسطيني، هذا هؤلاء لديهم هوية إسلامية، هوية عربية، هوية مسيحية، والقول بأنهم قبائل وعشائر نعطيهم محافظة هنا ومحافظة هناك، هذا لا يعني في نوع من الدونية يا دكتور كيدار. وأنا أطرح لك البديل، البديل أن تقول للفلسطيني يعني الطريقة الفضلة لدحر حماس هو ليس عسكريا، هو أن تجد لك نظير فلسطيني يؤمن بالأخوة بين العرب والفلسطينيين على أساس نظام ديمقراطي واحترام الآخر، هذا هو الحل الوحيد لدحر حماس. يعني أنت تفضلت وقلت بأنه هدف إسرائيل هي دحر حماس، وأنا أقول لك الطريقة الفضلة لدحر حماس هو أن توجد شريك فلسطيني يؤمن بأن هناك مستقبل مع الإسرائيليين، وأنه يمكن ولكن أن دكتور نصير بهذا الشأن الشعب في إسرائيل يعني الذي يريد كذلك القضاء على حماس يقول أن الجهود الأمريكية والمقترح الأمريكي الأخير لا يساعد على هذا، وستوسع معك بهذه النقطة. تفضل دكتور كيدار. أولا منظمة التحرير الفلسطينية اعتبر تل أبيب أيضا كمستوطنة، وسكان كفر عزة ونحل أوز هم مستوطنون أيضا، هذا حسب تعريف منظمة التحرير الفلسطينية، لأن الوجه الآخر للعملة الحمصوية، وهم يعني بمعنى السلطة الفلسطينية تدفع الأموال لكل من يقتل إسرائيلي، كل من يقتل يهودي، هذا يعني إرهاب بإرهاب، كيف يمكن العيش مع هذا الشيء؟ أنا نعم أنا ما وجود شريك فلسطيني، أين هو؟ من هو؟ أبو مازن ليس شريك، هو يدفع للمخربين، هو يدفع الأموال لمن يقتل اليهود. ولكن لو أرادت إسرائيل ومعها الولايات المتحدة أن تجد هذا الشريك لوجدته يا دكتور مردخاي بعد كل هذه السنين. نعم سنوات. نعم الولايات المتحدة كان أثبتت بأنها لا تفهم لا يمين ولا شمال هنا في هذه المنطقة، أثبتت في العراق، أثبتت في أفغانستان. وأنا شوف علي أن أعقب على ما قاله دكتور الأمري، دبي مبنية على عشيرة، أبو ظبي مبنية على عشيرة النهيان وعلى المكتوم، والكويت مبنية على عشيرة على صباح، وقطر مبنية على عشيرة أهل ثاني. هذه هي الدول التي تعمل بصورة سليمة في العالم العربي، بينما الدول المكومة من الكثير من العشائر هي دول فاشلة. شوف العراق، شوف سوريا وهي كانت متقدمة، شوف ليبيا متقدمة، شوف اليمن. يعني بدل أن تتقدم أنت تريد أن تعيد الصراع إلى الوراء يا دكتور كدار. اسمحيني لورين. وعندما أنا أدعو إلى إقامة إمارات، هذا هو استنساخ النمط الإماراتي كما هو في الخليج
إلى هذه المنطقة. ولكن الشعب الفلسطيني يريد دولة لا يريد إمارات، ويحق له أن هو من يقرر مصيره يا دكتور كدار وليس الإسرائيلي. خليني من فضلك أن أكمل الفكرة. أنا أدعو إلى هذا الشاي بزاب لاستنساخ النمط الذي يعمل بصورة جيدة في العالم العربي، بدلا من النمط التي فاشلة في جميع الأماكن في الشرق الأوسط. طيب. ولذلك أنا أدعو إلى إقامة إمارة مبنية على عشائر الخليل، فهي تكون مثل أبو ظبي، وإمارة مثل نابلس، وهي ستكون إمارة مثل دبي. هذا هو ما أدعو إليه، وأنت تعارض ذلك. هل تريد سوريا في فلسطين؟ هل تريد العراق في غزة؟ وهذا ما تدعو يعني إليه. ولكن لماذا؟ نعم تفضل، إذن تفضل تعقب دكتور نصر. دكتور كيدار، يعني أنت ترانا إما قبائل وعشائر على زمن القرون الوسطى، أو ترانا هذه الحقيقة. لا الجابر يسكن يا دكتور كدار لو سمحت، ومصر يسكن في نابلس، دكتور كدار وعنركات يسكن لا في أمريكا، لا لنحترم، والبهوتي يسكن في غمالة لو سمحت. تفضل دكتور ري نصير. يعني أنت ترانا إما عشائر وقبائل أو تابعين لطاغية يحكم بالسيف، يعني هذه نظرة دونية للعرب، والعالم يتقدم. لا وأنا أقول لك، لأنه أنا أقول لك الشعب الفلسطيني ليسوا قبائل وعشائر. هناك تركيبة مثلا في دول الخليج، تركيبة قبلية وأنت تعلم ذلك، لكن الشعب الفلسطيني هو تجاوز القبلية والعشائرية. 5 ملايين فلسطيني، هؤلاء ما يجمعهم هو هوية فلسطينية وليس قبيلة وعشيرة. لذلك هم يحتاجون إلى نظام تعليمي وإلى نظام اجتماعي. وأنا أتفق معك بأن هناك مشكلة في التطرف في الشعب الفلسطيني، وأنا أواجه هذه المشكلة وأقول دائما للفلسطينيين بأنه يجب التحرك نحو ثقافة جديدة بعيدة. ولكن كذلك هناك تطرف يا دكتور نصر إن سمحت لي لدى الإسرائيلي، يعني لا يمكن. نعم بكل تأكيد، ويعني الدكتور كيدار وبكل أسف مع أنه ذكي ويفهم الحضارة العربية والإسرائيلية جيدا، ولكن هو جزء من المشكلة، لأننا الآن نذهب، يعني هو يقول هم يقولون مستوطنات ونحن سنقول بأن هذه مستوطنات، وهذا هذا يعني مستوطنة. نعم تل أبيب هي مستوطنة. يا دكتور كيدار، يعني أنت مثقف، ونريد أن نخرج الناس من هذه الدائرة المغلقة. هو يقول هو إرهابي وهذا يقول هو إرهابي. الحل يجب أن يأتي من المثقف الإسرائيلي وهو المثقف العربي والفلسطيني، وهو أن يقول يجب أن نستبدل ثقافة الثأر والمتبادل التاريخي، وأنت تعلم بأن هذا ثأر تاريخي، يعني من وجهة نظر حماس والمتطرفين. ما دمنا في هذه الدائرة فسوف يستمر اليهود بالموت ويستمر الفلسطينيين بالموت. ولذلك حكومة نتنياهو هي يجب أن ترتقي كدولة ديمقراطية، وهذا ما يريد الأمريكي. يقول لهم لا تدخلوا في سياسة الثأر والثأر المتبادل، كدولة ديمقراطية يجب أن تتجهوا إلى هوية إسرائيلية ديمقراطية تقبل بالآخر، تقبل بالتعددية. ولكن ما نراه الآن في دولة إسرائيل هو يعني هو يشبه ما يحصل في حماس، وهو أن الآخر يريد أن يقتلني فلذلك أنا سأقتله. وهذا هذه ليست سياسة يا دكتور كيدار. يريد حكومات تقول نعم الفلسطيني هو شريك للإسرائيلي وله الحق أن يعيش بسلام، وهذا الأصوات لا نسمعها من أحد بكل أسف. نسمع اسمه بن غفير يستفز الفلسطينيين، ويعني هذه في الحقيقة شغلة يعني شيء غريب، استفزاز الفلسطينيين وكأنه لا يريد سلام، كأنه الخطة هي الترحيل والاستفزاز. وين السياسة؟ أين ذهبت السياسة يا دكتور كيدار واحتواء الأزمات وفتح طرق وآفاق جديدة؟ هذا الآن مفقود، يعني مع نتنياهو وبن غفير مفقود. وأنا آسف أنه يعني أنت مثقف واسع الثقافة ولا تقول بأنه يجب أن نخرج من هذه الدائرة المغلقة. دكتور نصير، ولا نعطي حماس الفرصة لنعطي أن يعقر. نعم أريد تعقيب كذلك من العبلات الدينية. تفضل دكتور كيدار.
أنا عندما كنت في التسعينيات كنت من داعية السلام، كنت داعية سلام، وكانت لي بعض الاجتماعات حتى مع عرفات، وهو كان يضحك علينا ولم يعلم بأنني أتكلم العربي، وهو كان يستهزئنا. عندما التقينا به قال لي أبردينه من هؤلاء؟ قالوا له يعني نشتاء السلام، قال له ما نقول لهم. فبردينه قال له الزبالة العادية. هذا كان عرفات، وهو أسس الكينونة السياسية الفلسطينية، وهو خدع الإسرائيليين مرة تلو الأخرى. عندما دخل في المرة الأخرى في المرة الأولى لغزة في عام 94، هرب بعض الناس في سيارته التي لا لم يكن مسموح لهم بالدخول. هو خدعنا وكذب علينا مرارا وتكرارا، وبنى علينا كيان إرهابي. وشوف حتى اليوم منظمة التحرير الفلسطينية هي عندها منظمة إرهابية بامتياز، شهداء الأقصى، شو هذا الحكي؟ وهو يدفع الأموال البائدة لمن يقتل اليهودي. هذا هو المشكلة، وليس هناك شريك. من هو شريك؟ حتى أبو مازن يمول الإرهاب. من هو شريك فلسطيني واحد يمكن التعويل عليه؟ ليس هناك ولا واحد. يا دكتور كيدار، يعني أنا أقول لك، أنت يعني محق في أن هناك مشكلة في الإرهاب، وأنا أتفق معك مشكلة، ولكن بنفس الوقت تعادل. ولكن دكتور كيدار، أنت نعم لو سمحت معي للأسف بجملة أخيرة. لا يتبقى لي الوقت. لو سمحت مع دكتور نصير العمري المحلل السياسي، حدث من نيويورك، شكرا جزيلا لكم. تل أبيب البحث والمحلل السياسي الإسرائيلي دكتور مردخاي كيدار، شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين، نصل إلى ختام هذه المناظرة، أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.